ارجع ورا طبع السعودي من قدم راح علم اللي ما درى بارواحنا نفدى العلم ما نرجع ورا راح علم اللي ما درى بارواحنا نفدى العلم هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم للطالب السعودي وأيضا للمنهج والبرامج والأنشطة الخاصة بالطلبة الموهوبين في إيصالهم إلى منصات التتويج العالمية. كنا من المشاركين في إنوفا 24 في كرواتيا، وحيث حقق المنتخب السعودي 6 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، هذا دليل على اكتساح كامل. أنا مرة سعيدة، وقبل كل شيء حابة أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمير محمد بن سلمان ووزارة التعليم وإدارة تعليم الرياض اللي وفروا لنا هذه الفرص، وحابة أشكر الوفد اللي ودونا لهناك ومسكوا كل شيء من الألف للياء، وطبعا مديرتي الغالية رانيا وماما وبابا. تعلمنا أشياء كثيرة في فريق العمل وكيف ننجز وكيف عرض المشروع، يعني كانت في سلسلة من الورش لحد ما وصلوا لهذا المكان. فخر شديد لأني مثلت هذه المملكة العظيمة في أحد المحافل العالمية، والحمد لله نحن كنا خير ممثلين لهذا الوطن وحصلنا على الجوائز الكبرى في هذا المعرض. بعد كل التوتر والإرهاق كان worth it، يعني مرة حققنا إنجاز كان يعني خلاص لا يوصف. أقول أنا مرة فخورة بيكي، وإنتي أحلى بنت في الدنيا، وإنتي أعظم بنت في الدنيا، إنتوا وكل البنات كلكم إنتوا بناتي، وأنا مرة سعيدة فيكي. المنافسة في كرواتيا كانت صعبة، جداً صعبة، أحس بالفخر والاعتزاز إني قدرت أجيب هذه الجائزة لمملكتي. ونحن من جد السعوديين، نحن من جد نافسنا العالم. أهدي هذا الإنجاز إلى المملكة. إحنا سعوديين ننافس العالم. أنا فخورة إني سعودية.